اللاعبين اللي هما شباب ومولفين شاد الضغط هذا، واش نقدروا نقولوا الان ان اللاعبين يعني تجاوزوا هذه المرحله هذه و يعني وانسجموا مع الجمهور ديالهم؟ فبالطبع جوج اللاعبين كما قلت لعبوا في درجه ثانيه او الهوات لسنين، ثلاث لاعبين، فلهذا كان واحد الضغط ماشي من الجماهير. الجماهير صحيح انك تطلب نتائج ولكن كانت معنا، كانت تدفعنا للامام، ولكن الرد لم يكن ايجابي من اللاعبين لانهم لم يستانسوا خط مع هذا يعني الكم الهائل ديال الجمهور ديال الشمالكي. فمن بعد مقابله مقابلتين اربع مقابلات عرفوا انهم يجب ان يتبعون يعني الوتيره ديال التشجيع ديال هذا الجمهور العجيب. فالحمد لله كان واحد التجانس، فخلال اي مقابله ولو ان هزمنا في بعض اللقاءات كان تصفيق وتشجيع، ولم نسمع سبا وشم وشتم من الجمهور. دائما يصرخون بالاسماء ديالهم، يهتفون بفريق الجيش الملكي، فهذا هو اللي اسرع الوتيره ديال الحب المتبادل. فالان الحمد لله ولات واحد العلاقه عائليه بينا وبين الجمهور ديالنا، وكنشكر من هذا المنبر هذا. فانا احس بان هناك ثقل كبير على الاكتاف ديالي لاسعادهم، والله يشهد على ما اقول. فطلبوني بعض الاخوان بان هل هناك ضغط علي، فانا لا اتكلم عن الضغط المهني، فالحمد لله عندي 22 سنه ديال التمرين، مررت من اكبر النوادي لما الوداد، البركان، مكناس في قمه العطاء ديالها، في جديده في قمه العطاء ديالها، والجيش يدخلوا في خانه الفرق الكبرى، لان اللي ما تعرفش الجيش الملكي فهو لا يفقه في كره القدم. فالضغط اللي عندي هو يعني اعطاء الفرح واعطاء يعني القوه الضاربه لفريق الجيش لاسعاد الجمهور الجيش. فالعمل اللي كنقوموا به صحيح انه متعب للاعبين ومتعب لنا حنا، ولكن ما عندناش الحل. الحل هو العمل والعمل والعمل. كما قلت للاعبين، الا بغيتوا تدخلوا يعني في القلب ديال الجمهور الجيش الملكي، اولا يكون هو الاندفاع والدفاع، الاندفاع البدني التقني والدفاع القميص بكل ما نملك من وسائل تقنيه، حتى يحس الجمهور اننا جئنا لندافع على القميص اولا. ثانيا ان نحترم الجمهور الجيش الملكي داخل وخارج الملعب. داخل الملعب اننا ندافع بشراسه، هذا معروف على الفريق الجيش الملكي في السنوات الماضيه. وثانيا ندافع عن الاسم الجيش الملكي خارج اسوار النادي، بالانضباط بالاخلاق، ونكون قدوه يعني الشبان ولا الاطفال اللي كيتابعونا. والحمد لله حنا بوسائلنا كما قلت البيداغوجيه وصلنا الاهداف ديالنا. الان عندنا فريق عائله، ومن الصعب ان يفوز عن الفريق، فحنا دائما نبحثوا على الفوز، وحتى لازمنا ننهزم اثر خطا يعني اللي ما كناش كنتظروا، ولكن هذا جاري في كره القدم وجاري في الرياضه. اما باش نكونوا ندخلوا مقابله وننزل ايدينا ونهاب يعني الفريق، هذا لا يمكن في الجيش الملكي. فريق اللي عنده مرجع تاريخي في المغرب، ومن يحمل القميص خصو يستهلو، وهذا هو المبدا ديالنا داخل النادي. من يستهل خلال اسبوع هو اللي كيحمل القميص ديالو، ومن يتهاون لا مكان له. اولا بدون جمهور لا يكون هناك فريق، فاحنا الى ما كانش الجمهور الجيش الملكي معنا ويشجعنا بالقلب ديالو ويدير اليد ديالو في يدينا، ما يمكنش حنا ننجحوا، وما يمكنش يكون فريق. شنو هو الفريق؟ هو المجموعه، تيكون فيها اداريين اللي كنشكر من هذا المنبر هذا اللي كيقوم واحد العمل جبار، رغم انهم مش غنقولش يشتغلون وراء الستار، وهذا خصنا نعرفوا الناس ان الناس كيشتغلوا مصلحه النادي، هم كلهم عساكر. فلهذا هما بكل تواضع بكل فناء الفريق ما تيخرجوش للمنابر، ولكن حنا اللي عشنا معاهم بكل، انا لا ارمي الورود، ولن ارمي الورود لشخص، ولكن انا اتكلم على ما ارى وما احس وما اعيش. لان اي مدرب يبغي الوسائل دي تكتيكيه ويبغي يعني البنيه التحتيه، فهذا يوفر لنا النادي. كيبغي اللاعبين يكونوا يعني في واحد الهناء من ماديا، فاللاعبين كلهم الحمد لله تاخذ الرواتب ديالهم، تاخذ المنح ديالهم. اذا ماذا يطلب المدرب؟ فما تبقى الا العمل، العمل. ونقدر نحاسب اللاعب بكل صراحه، انا كنحاسب اللاعبين. علاش؟ لان الاخوه الاداريين كلهم كيقوموا بالعمل ديالهم بكل احترافيه وبكل يعني بكل فناء للنادي. فلهذا احنا مجبورين ان نمثل النادي احسن تمثيل، ومجبورين ان ندافع القميص يعني الجيش الملكي. ولهذا اطلب من الجمهور ان اذا كانوا مشاكل قديمه ان يتناساها،
فالقوة ديالنا حنا لن تكمل إلا بالمجيء ديالكم، إلا بالتشجيعات ديالكم، إلا بالتجانس. وهذا وعد منا أنكم ما دمتم معنا وتحبونا ونحبكم إن شاء الله الجيش الملكي سيرجع إلى السكة الصحيحة. وهذا وعد كما وعدتكم الأول، قلت لكم والله العظيم أن الفريق سيرجع. فاحنا الحمد لله كما كتشوفوا الآن عندنا فريق اللي غادي في طريق صحيح. انا لن نوعدكم اننا هاد السنه غنفوزوا بالدوري، فهذا يكون هراء وانا نكذب عليكم. دونك حنا غادي نخرجوا جميع الوسائل ديالنا باش نلعبوا البوديوم. لو بروجي حنا مازالين فيه، طالبتوا بان فريق يكون من 3 سنوات يقهر الكبار. حنا الان ربحنا الوقت في 5 شهور، وجدنا فريق تيقهر فريق كبرى. اللي غيبقى هو كما قلت هو التجانس بيننا وبينكم، هو التلاحم، وان شاء الله غنزيدوا بالسفينه للامام ونبقاو دائما في البروجي. هذوك اللاعبين اللي كطلبوا ان شاء الله سنقحمهم قريبا. انتم اصلا غادي ترتاحوا اليوم ملي غادي ياخذوا الجيلي انا المايو، لان دائما تنقول اللاعب ملي عطاك المايو ما تردوش ليا. فحنا مبدا عندنا هو الصراحه، مبدا ديالنا هو يعني التفاني في العمل، وهذا يعني امانه بين يدينا. ولا سيما ان ننتمي الى يعني العائله العسكريه، لا العائله عائلتنا ولا حبنا لهذا الفريق هذا ما يخليناش يعني نغشوا. وشكرا مره اخرى على الفناء ديالكم، وكنتمنى لكم يعني مسيره موفقه في حياتكم الشخصيه وحتى في الرياضيه معنا ان شاء الله.